الكام ساعة اللي فاتوا وزير الدفاع الأمريكي عمل اجتماع بالفيديو كونفرنس مع 43 وزير دفاع في 43 دولة عربية وأوروبية. خير يا فندم عايزنا ليه؟ قال لهم عايزين نحارب الحوثيين في اليمن. سيد المواطن لك أن تتخيل أن أمريكا علشان تحارب جماعة الحوثيين اللي هي مجرد جماعة مسلحة راحت تطلب من 43 دولة أنها تساعدها علشان تنتصر في حربها ضد الحوثيين. طيب الموضوع يخلص هنا؟ الإجابة طبعا لا، لأن من بين ال 43 دولة ما وافقش غير 9 دول بس. 9 دول بس هم اللي وافقوا انهم يحاربوا الحوثيين مع امريكا، وهم بريطانيا وكندا وفرنسا وايطاليا وسيشل وهولندا والنرويج واسبانيا وطبعا امريكا ومعهم البحرين. خليك فاكر البحرين علشان هنرجع لها كمان شوية. الدول دي كان المفروض تنضم لهم السعودية والامارات ومصر، لكن لسبب ما هقولك عليه كمان شوية رفضوا ينضموا للتحالف الامريكي، رفضوا يحاربوا الحوثيين. وهنا خرج زعيم الحوثيين وقال في تصريح رسمي ان لو اي دولة من دول التحالف ضربتنا بصاروخ واحد هنضربها بعشرة، مش هنضرب السفن بتاعتها، لا ده احنا هنضرب اراضيها. يعني مثلا لو البحرين ضربتنا بصاروخ من البحر مش هنرد عليها في البحر، هنضرب عاصمة البحرين بعشر صواريخ. ولو بريطانيا ضربتنا بصاروخ من البحر مش هنرد عليها في البحر، هنضرب لندن بعشر صواريخ، وهكذا. وهنا تيجي الأسئلة المهمة، يا ترى التحالف العسكري اللي شكلته أمريكا معناه إنهم كده خلاص هيحاربوا الحوثيين في اليمن؟ طيب لو حاربوهم فعلا، إيران اللي بتدعم الحوثيين هتسكت؟ حركة حماس اللي الحوثيين بتدعمها هتسكت؟ طيب إزاي وزير الدفاع الأمريكي كان بيقول امبارح إنهم مش هيحاربوا الحوثيين لأن الحرب هتكلفهم مليارات الدولارات؟ ومنين النهاردة بيشكل تحالف علشان يدخلوا الحرب؟ ولو الحرب بدأت فعلا إزاي هيقدروا يأمنوا السفن التجارية اللي هربت من البحر الأحمر بسبب الهجمات المسلحة للحوثيين؟ ما ده ضرب نار وده ضرب نار. والسؤال الأهم من كل اللي فات، هي ليه مصر والإمارات والسعودية رفضوا ينضموا للتحالف العسكري اللي هيحارب الحوثيين في اليمن؟ أقول لك الله ينور عليك، هي دي الأسئلة المهمة، تعال بقى نجاوب عليها. ذكرنا لحضراتكم في حلقة حرب فيلادلفيا تصريحات وزير الدفاع الأمريكي السابق واللي قال فيها إن أمريكا صحيح تقدر تحارب الحوثيين في اليمن، لكن الحرب هتكون مكلفة جدا لأنها هتضرب الصاروخ اليمني اللي تكلفته 2000 دولار بصاروخ أمريكي ثمنه 2 مليون دولار، وبالتالي أمريكا هتصرف في المتوسط 3 مليار دولار شهريا علشان بس توقع صواريخ الحوثيين. وده كان سبب من أسباب لجوء وزير الدفاع الأمريكي ل 43 دولة علشان يقنعهم بالمشاركة في تحالف عسكري سماه حارس الازدهار، مهمته حماية حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين. طيب هو ليه حاول يجمع الدول دي كلها؟ لسببين، الأول إنهم بيقسموا تكلفة حربهم ضد الحوثيين بدل ما أمريكا تدفعها لوحدها، أما السبب الثاني فهو حماية سمعة وهيبة الجيش الأمريكي في حال فشل الهجوم ضد الحوثيين. ما تنساش إن الحوثيين هزقوا الجيش الأمريكي قبل كده لما انتصروا في حربهم ضد السعودية والإمارات. حضرتك تقول لي وإيه دخل أمريكا في الموضوع؟ السعودية والإمارات هم اللي كانوا بيحاربوا، مين اللي هزق أمريكا؟ إيه اللي يهزق أمريكا في كده؟ أقول لك لأن السعودية والإمارات كانوا بيحاربوا الحوثيين بسلاح أمريكي، وبالتالي لما الحوثيين يهزموا السلاح الأمريكي يبقى الجيش الأمريكي هو اللي اتهان، فأمريكا مش عايز اللي حصل زمان يتكرر تاني النهارده. فيبقى الحل ان حتى لو الحرب فشلت يبقى مين اللي فشل؟ فلان وفلان 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 اللي هم العشر دول، بدل ما يتقال ان امريكا هي اللي فشلت. وفي نفس الوقت ال 3 مليار دولار اللي هيتصرفوا على الحرب كل شهر يتوزعوا على دول التحالف العسكري. وهنا دخلت وكاله بلومبرج وسالت سؤال محترم جدا، قالت لك ايه؟ قالت لك هي ليه الامارات والسعوديه رفضوا يشاركوا في التحالف العسكري؟ ده المفروض يبقوا من اوائل الدول اللي تشارك في التحالف. ليه؟ بسبب هزيمتهم في الحرب قدام الحوثيين. الحوثيين كانوا بيضربوا مطاراتهم وموانيهم ومصافي بترولهم بالصواريخ، ففرصه اهو امريكا بتكون تحالف عسكري علشان تحاربهم، روحوا بقى اشتركوا في التحالف وخدوا بتاركم من الحوثيين. لكن اللي حصل ان السعوديه والامارات قالوا لك لا مش هنحارب. ليه يا فندم؟ قال لك اولا لان دخول السعوديه في حرب ضد الحوثيين معناه ان اتفاق الصلح اللي بينها وبين ايران انتهى، اتضرب في مقتل. الحوثيين هم الذراع العسكري لايران في المنطقه، فلما حضرتك تروح تضربهم تبقى بتضرب مين؟ تبقى بتضرب ايران نفسها. فهتكون ايه النتيجه؟ ان ايران هتقطع اتفاق الصلح اللي بينها وبينك وتطلق عليك الحوثيين من جديد. لك ان تتخيل ان الحوثيين في هجوم واحد على محطه توزيع النفط التابعه لشركه ارامكو السعوديه قدروا يجبروا السعوديه على تخفيض انتاجهم من النفط للنص مرة واحدة. صحيح الموضوع ما استمرش كتير والسعودية رجعت تنتج بكامل طاقتها مرة تانية، لكن يظل اللي حصل نجاح للمنظومة العسكرية اللي بيمتلكها الحوثيين. قدروا بصاروخ واحد انهم يخسروا السعودية نص قدرتها الانتاج من النفط، ده غير ضربهم لمطار ابها السعودي وغيرها من المنشآت الحيوية في السعودية، لحد ما فوجئنا كلنا باتفاقية صلح بين السعودية وايران برعاية
هجمات الصين من لحظتها وقفت هجمات الحوثيين ضد السعوديه. فحضرتك جاي النهارده عايز نرجع حرب الحوثيين من تاني، ومطارات تنضرب من تاني، وشركات بترولي تنضرب من تاني؟ يلا يا عم اتكل على الله. عايز ترجعني للمربع صفر من تاني؟ لا يا فندم، مش هحارب الحوثيين. طيب دي السعوديه، الامارات بقى رفضت ليه؟ قالك ان الامارات متضايقه من خيانه امريكا لقوات التحالف في حرب اليمن. اولها مثلا لما قوات التحالف طلبوا من امريكا الدخول معاهم رسميا ضد الحوثيين في اليمن، لكن امريكا رفضت. وحتى لما تولى ترامب الحكم واعلن ان الحوثيين جماعه ارهابيه، جه من بعده جو بايدن رفعها من قائمه الجماعات الارهابيه، قالك لا دول ناس محترمين. وهنا تفصيله مهمه، جو بايدن اللي رايح يلم 43 دوله علشان يحارب الحوثيين، هو نفسه جو بايدن اللي رافض يعتبر الحوثيين جماعه ارهابيه. اللي هو ازاي؟ امال انت رايح تحاربهم بتهمه ايه؟ وبالتالي الامارات هي كمان شايفه ان خسارتها لحربها ضد الحوثيين، ومن بعدها كل الهجمات اللي تعرضت لها من الحوثيين بالصواريخ والطيارات المسيره، امريكا مسؤوله عنها ولو بشكل غير مباشر بسبب التقصير في حمايه الامارات من هجمات الحوثيين. فانا كمان مش هنضم للتحالف، مش انت بعتني امبارح، انا كمان هبيعك النهارده. هنا رد وزير الدفاع الامريكي وقال استنوا بس يا جماعه، حرب ايه وبتاع ايه؟ احنا اصلا مش هنحارب الحوثيين. مين اللي قال ان احنا هنحارب الحوثيين؟ امال حضرتك بتلم جيوش العالم وطالع بيهم على البحر الاحمر تعمل ايه؟ هتصطاد سمك؟ قالك احنا رايحين نحمي السفن التجاريه من هجمات الحوثيين، احنا رايحين ندافع عن السفن التجاريه، انما مش هنهاجم. وهنا تفصيله تانيه مهمه، امريكا حتى مش قادره تقول بقلب جامد انها رايحه تحارب الحوثيين. وده ليه؟ هنا صحيفه التايمز البريطانيه جابت مجموعه من الخبراء العسكريين وسالتهم نفس السؤال، هي امريكا خايفه تقول انها هتحارب الحوثيين ليه؟ فرد الخبراء العسكريين وقال لك ان امريكا فعلا خايفه، لكن مش من الحوثيين. امريكا خايفه من حاجتين تانيين، الاولى انها لو حاربت الحوثيين في البحر الاحمر، ايران هتدعم حماس وحزب الله بشكل اكبر علشان يصعدوا من عملياتهم العسكريه في غزه ضد الجيش الاسرائيلي كنوع من الرد على ضرب الحوثيين. وتصعيد العمليات العسكريه ده ممكن يتسبب في توسع الصراع العسكري واشتباك اطراف جديده زي مصر والاردن، وده لو حصل تبقى امريكا بتورط نفسها في الشرق الاوسط بشكل اكبر هيعطلها عن حروبها ضد الصين وروسيا. اما الحاجه الثانيه اللي امريكا خايفه منها، انها لو اعلنت انها هتحارب الحوثيين، هي تصعيد الحوثيين نفسهم لهجماتهم ضد السفن التجاريه في البحر الاحمر، واللي ممكن ينتج عنه تعطيل حركه الملاحه في قناه السويس كلها، زي ما حصل قبل كده لما سفينه ايفر جيفن قفلت القناه لمده اسبوع. وقتها دول العالم كلها كانت بتصرخ بسبب تعطيل حركه التجاره العالميه، بسبب سفينه ايفر جيفن اللي قفلت قناه السويس 6 ايام او 7 ايام، دول العالم كانت بتخسر يوميا بضايع قيمتها 10 مليار دولار. قناه السويس بيعدي منها يوميا سفن شايله بضايع ب 10 مليار دولار، ودي حادثه اتسببت في قفل قناه السويس 6 ولا 7 ايام. فما بالك لو قامت حرب في البحر الاحمر وقناه السويس اتقفلت لحد ما الحرب تخلص. حرب السعوديه ضد الحوثيين استمرت 5 سنين، فحرب امريكا بقى ضد الحوثيين هتستمر كام سنه؟ طيب هل دول العالم هتقدر تستغنى عن قناه السويس سنه ولا سنتين او يمكن 5 ولا 6؟ وبالتالي الخبراء العسكريين اللي صحيفه تايمز سالتهم شايفين ان امريكا خايفه حتى انها تستفز الحوثيين ولو بالكلام. احنا هنروح نحمي السفن من الهجمات المسلحه، لكن مش هنهاجم حد. سبحان المعز المذل، اسرائيل مذلوله في غزه وامريكا مذلوله في البحر الاحمر. المهم صحيفه التايمز سالت الخبراء العسكريين سؤال تاني، امريكا بعد ما جمعت التحالف العسكري المكون من 10 جيوش او من 10 دول هتعمل ايه؟ هتحمي السفن التجاريه ازاي؟ قال لك ان امريكا نفسها لسه ما اعلنتش هي ناويه على ايه، لكن مفيش قدامها غير 3 سيناريوهات. الاول انها تضرب منصات اطلاق الصواريخ ومخازن تصنيع المسيرات التابعه للحوثيين، تحدد اماكنها وتضربها جوه اليمن، وده سيناريو صعب لان لا السعوديه ولا الامارات قدروا ينفذوه على مدار 5 سنين كامله. اما السيناريو الثاني انهم يحاصروا شواطئ اليمن علشان يوقعوا اي صاروخ او اي مسيره يضربها الحوثيين قبل ما توصل لسفنه التجاريه في قلب البحر الاحمر، لكن ده هيكلفهم مليارات الدولارات لان الحوثيين هيتسلوا عليهم ويضربوهم يوميا بعشرات الصواريخ والمسيرات اللي تكلفتها 2000 دولار مقابل تصدي قوات التحالف للصواريخ والمسيرات دي بصواريخ امريكيه تكلفه الواحد منها 2 مليون دولار. والاخطر ان امريكا علشان تنفذ السيناريو ده هتحتاج قطعه بحريه كتير جدا، لان السفينه الحربيه علشان تعيد تسليح نفسها ما ينفعش تعبي لها ذخيره في البحر، محتاجه تروح لاقرب ميناء بحري يسلحوها ويعبوها ذخيره وبعدين ترجع تاني لسواحل اليمن علشان تشتبك من جديد. فانت محتاج اسطول رهيب من السفن الحربيه علشان بس تقدر تلاحق على صواريخ ومسيرات الحوثيين. بالبلدي كده ايران هتتسلى عليك وتستنزفك استنزاف ما حصلكش لا في حرب اوكرانيا ولا في حرب غزه، انت بقيت بتاعهم خلاص. اما السيناريو الثالث والاخير قدام امريكا هو انها تشكل فرق من المدمرات البحريه علشان ترافق السفن التجاريه من لحظه دخولها البحر الاحمر عند باب المندب
المندب لحد ما توصل لميناء تل أبيب والعكس، يعني تجيبها تاني من ميناء تل أبيب لحد ما تخرجها من مضيق باب المندب. وهنا بقى سفن الشحن العالمية هي اللي ردت على السيناريو ده، قالت لك إنه السيناريو بطيء ومكلف، بمعنى إن فرق المدمرات البحرية مش هتقدر تأمن كل السفن التجارية اللي بتدخل البحر الأحمر مرة واحدة، وبالتالي هتأمن كل سفينة لوحدها، وبالتالي برضو السفن التجارية هتقف طابور طويل مستنية دورها في التأمين. فإيه اللي هيحصل؟ حركة التجارة العالمية هتتأخر وتعطل، وده اللي بيفسر ليه استراليا رفضت طلب وزير الدفاع الأمريكي بالمشاركة في التحالف اللي هيحارب الحوثيين في اليمن. الحكومة الأسترالية رفضت وقالت لك إن الحرب ضد الحوثيين صعب تحدد موعد نهايتها، يعني إحنا هندخل الحرب النهاردة تمام، هتخلص امتى بقى؟ الخناقة اللي انت سحبني وراك فيها دي هتخلص امتى؟ بكرة ولا كمان سنة ولا كمان سنتين ولا عشرة؟ محدش يعرف. طيب هنطلع منها كسبانين ولا خسرانين؟ برضو محدش يعرف. وبناء عليه استراليا اعتذرت عن المشاركة في الحرب. لك ان تتخيل ان استراليا اللي مشتركة في حلف عسكري مع امريكا اسمه اوكوس، هما الاتنين شركاء في حلف عسكري واحد، رفضت تحارب مع امريكا ضد الحوثيين. يا حبيبتي احنا شركاء في حلف عسكري واحد، يعني لازم تحاربي معايا، قالت له ما عطلكش. في الناحيه الثانيه بقى البحرين مش بس وافقت انها تشارك في الحرب، دي البحرين هي المقر الاقليمي لقوات التحالف الامريكي اللي هيحارب الحوثيين، لدرجه ان مستشار الامن القومي الامريكي جيك سوليفان نشر تصريح رسمي قال فيه ان وزير الدفاع الامريكي هيقود العمليات العسكريه ضد هجمات الحوثيين من البحرين، غرفه العمليات هتبقى في البحرين، البحرين التي لا تبعد عن صواريخ الحوثيين، البحرين اللي عدد سكانها من الشعب يمثل 49% من الشعب البحريني، هي نفسها البحرين اللي هتهاجم الشعب الحوثيين. خد بالك من الكلام هنا، حضرتك ممكن تتخيل ان كده خلاص شكرا المشكله اتحلت والبحر الاحمر هيتامن والسفن التجاريه هترجع تدخله من جديد، مش كده؟ اقول لك لا مش كده، لان الحوثيين طلعوا تصريح قلب الدنيا كلها. زعيم الحوثيين قال في تصريح رسمي ان التحالف العسكري الامريكي لو نفذ اي هجمات عسكريه ضد قواعدهم في اليمن هيضطروا يصعدوا سياستهم في مهاجمه السفن من مجرد استهداف جزئي بالمسيرات اللي هو يعني يدمروا حتة صغيرة في السفينة بهدف تخويفها أو تعطلها، لاستهداف كامل بإغراق السفن كلها. مش هنخوف السفينة ولا نعطلها، ده احنا هنغرقها. طيب هو الحوثيين اصلا يقدروا يعملوا كده؟ الاجابه ان ايران هي اللي تقدر تعمل كده، لان زي ما ايران بتمتلك تكنولوجيا الطائرات المسيره فهي كمان بتمتلك تكنولوجيا الغواصات المسيره، ودي بتكون غواصات صغيره محمله بكميه كبيره من المتفجرات، علشان الغواصه في حد ذاتها تكون زيها زي الصاروخ او التوربيد، وبالتالي تمتلك القدره على تدمير السفن واغراقها. بمجرد ما زعيم الحوثيين هدد بالتهديد ده طلعت شركات الشحن الدوليه وقالت لك طيب يا جماعه تتمسوا بالخير، احنا هنلف من طريق راس الرجاء الصالح لحد ما تخلصوا مشاكلكم، رغم ان طريق رأس الرجاء الصالح ده بيكلف شركات الشحن $1,000,000 زيادة في كل رحلة، ده غير انه بيزود عدد ايام رحلة السفينة 10 ايام كاملة، الا ان شركات الشحن قالت لك ان تأتي متأخرا افضل من ان لا تأتي ابدا، وان تدفع $1,000,000 زيادة افضل من ان السفينة كلها تضرب وتغرق. وهنا يفضل السؤال المهم، هي مصر ما اشتركتش في التحالف الامريكي ليه؟ دي هي الدولة المالكة لقناة السويس، وهي اللي تهمها حركة الملاحة في البحر الاحمر اكتر من اي حد. يعني حضرتك عايز تقولي ان حركة الملاحة في البحر الاحمر تهم كندا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا وسيشل وهولندا والنرويج واسبانيا والبحرين اكتر ما تهم مصر؟ هم يشتركوا في التحالف العسكري ومصر ما تشتركش؟ اقول لك انا كالمواطن سعيد ما اعرفش مصر بنت قرارها السياسي على ايه، لكن انا لو مكان مصر عمري ما اشترك. ليه؟ لان دول العالم هي اللي محتاجة قناة السويس مش انت، هم اللي محتاجين الخط الملاحي بتاعك مش انت، هم اللي عندهم سفن تجارية عايزة تعدي من عندك مش انت، وهم السبب في هجمات الحوثيين مش انت. يعني حضرتك عايز ندخل في حرب ضد الحوثيين بسبب اجتياح اسرائيل لغزة؟ حضرتك عايزني انا اللي حاسب على فاتورة اسرائيل؟ اسرائيل تغلط وانا اللي اتعاقب؟ بدل ما الحوثيين يضربوا صواريخهم ومسيراتهم على ايلات في اسرائيل يضربوها عليا انا في القاهره؟ حضرتك محتاج قناه السويس بتاعتي؟ روح انت حارب وامن البحر الاحمر علشان تستخدم قناه السويس بتاعتي، روح انت احمي السفن التجاريه علشان تعرف تعديها من قناه السويس بتاعتي، روح انت ادفع فاتورتك وصف حسابك وانا قاعد مستنيك في قناه السويس بتاعتي، انما انا مش هدخل في عداء مع حد علشان خاطرك. اكنك عايزني احارب الحوثيين علشان امن السفن الاسرائيليه مع انها ما اتامنت. السفن الاسرائيليه ما بتعديش من قناه السويس اصلا، دي بتدخل يمين على ميناء إيلات قبل ما توصل لقناة السويس، يعني ما تفرقش معايا في حاجة. طيب كده خلصنا، اقول لك فاضل سؤال واحد لكن اهم من كل اللي فات، هي منين امريكا بتعلن عن مفاوضات لهدنه طويله الامد بين اسرائيل وحماس؟ هدنه الهدف منها تبادل مزيد من الاسرى ووقف اطلاق النار لاسابيع، علما بان هو ده الشرط اللي اشترطته جماعه الحوثيين مقابل وقف هجماتهم ضد السفن في البحر الاحمر. الحوثيين قالوا لك لو ضرب النار وقف في غزه هنوقف هجماتنا، فمنين حضرتك هتوقف ضرب النار في غزه وهتعمل هدنه وهتفرج عن الاسرى، ومنين رايح تعمل تحالف عسكري تحارب بيه الحوثيين؟ هي الهدنه دي في
الفيشنك وكلام بتضحك بيه على المجتمع الدولي وحرب غزة لسه مطولة، ولا التحالف العسكري وإعلان خطتك لضرب الحوثيين مجرد ورقة ضغط بتحاول تستخدمها ضد إيران وحماس علشان تجبرهم على الاستجابة للهدنة بالشروط الإسرائيلية؟ تفتكر أنت ليه؟ حضرتك اللي هتجاوب على السؤال ده. Secrets.